يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي لمن أراد تعليم الناس أمور دينهم، هل يكفي أن يحمل شهادة جامعية أو لا بد له من تزكيات العلماء؟ لا بد من العلم، ما كل من حمل شهادة يصير عالم، لا بد من العلم والفقه في دين الله، والشهادة ما تدل على العلم، قد يحملها ولا وهو أجهل الناس، وقد لا يكون عنده شهادة وهو من أعلم الناس. هل الشيخ ابن باز معه شهادة؟ هل الشيخ ابن إبراهيم؟ هل الشيخ ابن حميد؟ هل هم معهم شهادات؟ ومع هذا هم أئمة هذا الوقت. فالكلام على وجود العلم في الإنسان والفقه في الإنسان، لا على شهاداته ولا على تزكياته، ما يعتبر هذا. نعم، والواقع يكشف الشخص، إذا جاءت قضية أو حدثت ملمة يتبين العالم من المتعالم والجاهل. نعم.